من هذه المدرسة المؤقتة يوجه أبناء غزة رسالة صمود والتأكيد على أن التعليم هو السلاح الأقوى في وجه الجهل والاحتلال. في منطقة المواصي في خان يونس أقامت إحدى الجمعيات الخيرية هذه المدرسة، والتي تتسع خيامها 1800 بين الصفين الأول والرابع. ورغم خطر القصف الذي لا يتوقف، يصر أطفال غزة على ممارسة حقهم في التعليم. فقدنا العديد من المدارس، وكانت الحكومية أو التابعة للأونروا أو الخاصة، ولهذا الأمر كثفنا جهودنا لنعيد الطلاب إلى حياتهم التعليمية، رغم أنه المسؤولية والتحدي كبير جدا. كوننا نعمل الآن وفق تحت نير الخطر، ما زلنا تحت الحرب، مدركين أننا في لحظة ما نكون في خطر، ولكن بإذن رب العالمين، وهذا هو عند الفلسطيني وتحدي الفلسطيني، أننا نعود إلى الحياة التعليمية. نحن الكبار سنعود إلى الحياة المهنية والحياة الطبيعية تدريجيا، وسنعيد بإذن رب العالمين الطفل إلى حياته التعليمية، رغم أن الفاقد التعليمي كبير. تحولت مدارس غزة إلى أنقاض أو ملاجئ للأسر النازحة، ومنذ بدء العدوان في 7 أكتوبر العام الماضي لم يتمكن نحو 625,000 طفل في سن الدراسة في غزة من حضور الفصول الدراسية. والله شعور حلو إنه الواحد أطفاله يتعلموا، لأنه هيك هي بده الاحتلال نظام التجهيل وتجهيل الطلبة، فإنهم يتعلموا إشي كويس، وإحنا شعب بنحب الصامدين وبنحب نعلم أطفالنا. وتتمتع غزة والضفة الغربية بمستويات عالية من القراءة والكتابة على المستوى الدولي، حيث يعد التعليم مصدراً نادراً للأمل والفخر بين الفلسطينيين.